تعيش الحركة التجارية ببلدية دار الشيوخ بالجلفة على وقع تناقض غير مفهوم، ففي الوقت الذي يمارس فيه التجار نشاطهم على الأرصفة وفي الطرقات والشوارع، يوجد فيه ثلاث أسواق مغطاة يسكنها الفراغ وتحولت إلى مزابل بفعل الغلق الذي مارسه المستفيدون والملاك على المحلات التجارية، مما يبعث أكثر من علامة استفهام وتعجب في وضعية الاستفادة من هذه المحلات بحد ذاتها. شوف عين البركة، شوف السلعة كفرها القبارية كل فيها، وحنا القطرة علينا والنيلو، وراك تشوف قد نوينو هذاك تشوف فيه، والحال راك تشوف فيها كما راك تخزر في السلعة هكذا. لا برارك، البرارك عطاهم للشعب، راهم مسكرين الحواريات، الحانوت مسكرة، المارشيات الحانوت مسكرينه. عندنا تروا مارشي كوفير هنا في هذه البلدية، في هذه الدائرة وبلدية، راهم مسكرين. واحد راه في واحد لاسيتي يقولها 300 مارشي كوفير مودرن ومسكر، وواحد هو في 104 ومسكر، فيهم كاع 40 حانوت، 50 حانوت، وهذا هو فيه قريب 30 حانوت هاو مسكر. تجار بلدية دار الشيوخ أكدوا في تصريحاتهم لقناة البلاد بأنهم يمارسون نشاطهم في ظروف مزرية وكارثية، حيث تتعرض سلعهم للتلف بفعل التقلبات الجوية، وأشاروا إلى أن تحركاتهم على مستوى السلطات المحلية في سبيل تحسين وضعهم والاستفادة من محلات تجارية تنتهي دوما إلى الجدار. حوانيت كاع مسكره، كاع ولايحين في الشوارع قاعدين هما كيف تشوفوا، كيف راه داير المطار ياكل فينا، الغرقه تاكل فينا، السوق حشاك مليان وسخ، كون تروح تشوفوا والله ما تقدر وين تحط. الحوانيت هنا مبلع، عاطينها الناس اخرى مش عارف كاع وينهم، وحنايا اللي نخدموا هنا التجار اصليين هنا حاطين، ما كاين حتى واحد اللي عاطينا حتى ما مستقلين بنا، لا المير لا السوبر في هذا ما كاين حتى واحد، فهم دوك رانا حنا نخدموا ما كاين والو، ما هو بيننا حتى حل. هما ذون دايرين للقبار والمطار والناس الزواليه تخدم على رواحها، انا لا قلب حنا محتومين، رانا في منطقه نائيه محتومين، رانا لازمنا نشروها كيما هكا للشمس وللقبار والحوال. اكثر من ذلك، تحولت المحلات التجاريه المغلقه الى اطلال وفضلات ومرتعا لقضاء الحاجه، حيث يظهر السوق المغطاة المتواجد بجانب مقر البلديه مثلا في وضع كارثي ومزري، ويحوي اوساخا كثيره، واضحت القطط تتجول فيه بكل حرية، فيما تبقى باقي المحلات الأخرى مغلقة وموصدة بإحكام. والسؤال المطروح في الأخير، أين موقع سلطات دار الشيوخ من هذا الوضع؟